كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم يوم الوطني الذي يخلد هذه السنة الذكرى 33 لخطاب صاحب الجلالة المخصوم له الحسن هذا اللقاء هو موعد سنوي تعقد هيئة المهندسين المعماريين الاحتفاء بواحد الحدث كان مهم جدا وقع في 86 اللي هو استقبال ديال صاحب جلالة الحسن الثاني الله يرحمه المهندسين المعماريين واللي كان عطى فيه توجيهات كبيرة جدا حول الدور والأهمية ديال الدور ديال المهندس المعماري. هذا المجهود اللي بقى متواصل وغادي تعزز برسالة ملكية سامية ديال صاحب جلالة محمد السادس نصره الله في سنة 2006. ففي كل سنة كيكون لقاء احتفالي بداية ولكن في نفس الوقت اللي كنشوفوا فيه فين الاوضاع ديال الهندسه المعماريه والتحديات اللي عندها وكنتناولوا فيه مواضيع. هذه السنه الموضوع المطروح هو دور المهندس المعماري اللي هو دور اساسي في التنميه المستدامه للمجالات الحضاريه والقرويه باش تكون منسجمه، وهذا كيندرج في اطار الاولويه اللي عطيها بلادنا اليوم بتوجيهات ملكيه ساميه وبقياده ومتابعه باش المغرب يولي نموذجي في المجال ديال التنميه المستدامه في النجاعة الطاقية. يعني اليوم المغرب في مراتب متقدمة في هذا المجال، وما نساوش بأنه العمارة عندها دور أساسي في تجسيد هذه المعاني هذه سواء في تعلق الأمر بالتخطيط ديال المدن أو لطبيعة المباني اللي كنديروها. وكما قلت في الكلمة ديالي لأن الاستدامة عندها بعد اقتصادي اجتماعي بيئي ثقافي، المهندس المعماري فاعل أساسي في هذه الجوانب كلها.